الزهرات وكل ما لازم الورشة، كل ما لازم الورشة. الله ينور على الرجالة، الله ينور على الرجالة. لا إله إلا الله، كبر إبراهيم. هو ده شغل الصبو، ده شغل إيه يا محمد؟ لا اله الا الله. ده معدن يا محمد الحار، معدن النحاس. بتصب ايه؟ بتصب ايه؟ القمرة. وده الفورم. الله ينور يا ابو نور. لا اله الا الله، اللهم ارحمنا من عذاب الاخره. ده الشغل يا ابو نور، ده الشغل اللي هتصاب. والوحوش، الوحوش رفعت رخيتها. نصب القمرات لا إله إلا الله. ما تخيل انت مالكش دعوه خالص يا خلا، انا بدي اتخربط معاه كذا المقاطع. انا مش عاوز نهدر النحاس اللي كبر كده. بيصب معدن النحاس في حاجة اسمها قمرات خاصة بالمحركات الديزل، محركات الديزل للوازم وإصلاحات المحركات والدبرياشات بالورش المركزية بالخارجة الوادي الجديد. عندنا 16 قمرة بيتم صبهم الآن، 16 قمرة، 15 بركاتك يا خلاف.
بركاتك يا حاج اسماعيل، يكفوا مزيان. يكفوا ان شاء الله النحاس، هيكفوا ال 15 واحده، 15 قمره لوازم الدبرياشات للمحركات الديزل، هيكفوا ويزيد يا راجل. لا بركاتك. بركاتك يا حاج اسماعيل. ليش ست نحاس خلاص كفوا ليه يعني؟ قالوا اخر دعواهم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. ترمي يمين ولا شمال؟ ابراهيم. الله ينور. تخش قسم الخرائط دي تنضف وتبقى على الشغل على طول. ارفعها فوق يا محمد، ارفعها فوق كده، ارفعها فوق كده. تمام تمام فوق فور فوق ولا شطار ثاني. ماشي لازم يا محمد علي يلا. لا مش هينفع ديله الزهراء السخنة كده طلعنا واحدة بس عشان صلاح عشان في النحاس ده ولازم تلم. سيادة الملاحظ المهندس محمد سالم والمهندس محمود المرداش منورين ورا بينا وخلاه.